على مدى موسمين متتاليين لم يؤدي المغاربة على غرار عدد من المسلمين في بقاع العالم صلاة التراويح، وذلك بسبب التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا. هذه السنة وبعد استقرار الوضعية الوبائية ببلادنا، تقرر إعادة فتح بيوت الله في وجه المصلين لأداء صلاة التراويح. هذا القرار خلف فرحة كبيرة عمت جميع أرجاء المملكة. الحمد لله، اليوم أجواء عادت إلى ما كانت عليه، ونحن نحمد الله عز وجل أن رفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء، ونشكر جميع المسؤولين وعلى رأسهم أمير المؤمنين على هذه المجهودات التي قاموا بها من أجل علاج كل المغاربة ومن أجل توفير الأمن الروحي. أنا فرحانة بزاف لأن حلو مسجد وكنصليو الحمد لله، وكنت صمو مزيان، كنا نعيدو مزيان. احمد الله على هاد النعمة هذه وهذا النهار المبارك اللي تحتنا هاد الفرصة باش نهضروا إن شاء الله على فتح المساجد بعد عامين ديال الكورونا. الحمد لله، نحمد الله الحمد الكثير، اللهم لك الحمد، وهذا بفضل الله وبفضل سيدنا الله ينصره. الحمد لله، كنا في كورونا مبلعين علينا ديورنا وبيوت الله مبلعين، ودابا الحمد لله يا ربي حلوا لنا الجوامع والله يزيد في عمر سيدنا. الحمد لله، هذا العام هذا كان فرج من الله عز وجل، من الله عز وجل من بعد الجائحه اللي يعني كانت محبسه فيها صلاه التراويح سنتين. تعد صلاة التراويح من سنن قيام الليل، أو بالأحرى من خصوصيات شهر رمضان الفضيل. هي عبادة وقربة إلى الله عز وجل، لا تتكرر إلا مرة واحدة في السنة. وسيرا على هدي سلفنا الصالح، تصلى التراويح جماعة بالمسجد وراء إمام واحد. عدد ركعاتها 20 ركعة بالإضافة إلى ركعات الشفع والوتر. يؤدى النصف الأول منها مباشرة بعد صلاة العشاء. إن شهر رمضان هو شهر أراده الله تعالى أن يكون شهرا للتطهير الكامل للإنسان، ولذلك جعل محوره هو الصوم، وأردف إليه قراءة القرآن المتوالية والجود وهذه الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، ومنها كذلك مدارسة العلم. صلاة التراويح هي دفقة روحية وشحنة تمد الإنسان بزاد، هي طبعا استثنائية من حيث عدد ركعاتها وطول البقاء فيها، ولكن هي لذلك شرعت، ولذلك كانت هذه الصلاة 20 ركعة كما هو معروف في المذاهب كلها في مذهب مالك، وكانت 36 لدى أهل المدينة، وذلك كله مقصود من أجل أن يتجاوز الإنسان الحد المعتاد. حينما يأتي الناس لأداء صلاة التراويح يجب أن يعلموا أن لهم في ذلك فقها، وعليهم أن يسألوا العلماء، وأن لا يحولوا هذه الصلاة إلى اختيارات وإلى تنابذات أو اعتدادات بتيارات أخرى. فهناك فقه مالكي أصيل معروف يجب الرجوع إليه، وكل كتب الفقه والكتب العلمي الموثقة تحدثت عن صلاة التراويح وتحدثت عن كيفياتها وعن عدد الركعات، فنرجو أن يبقى الأمر على ما هو عليه ولا تتدخل الأهواء من أجل التقليل من عدد الركعات زعما بأن هنالك بدعا فيها، وأن يعود الناس إلى العلماء فقط. وما ردى الرحمن ولدا سبحانا فليلاد مكرمون لا يسبقونه من قول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون إني إله من دوني فذلك نجزي جهنم
والنصف الآخر من صلاة التراويح يصلى في الثلث الأخير من الليل مع التقصير في قراءة القرآن، وتسمى هذه الصلاة بصلاة التهجد. ومعلوم أن صلاة التهجد سنة، حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل كيفية في قيام الليل لنيل أفضل الدرجات، بحيث ينام نصف الليل الأول ليرتاح، ثم يقام ثلث الليل ليكسب الأجر عند الله، ثم ينام سدسه الأخير ليرتاح ويستطيع مواكبة يومه. وهذه الطريقة أحب إلى الله لما عرف فيها من رأفة بالنفوس الإنسانية التي عهد عنها أنها تكل وتمل وتتعب وتكل. فلهذا فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن ينصرف الإنسان عن عبادة الله، فقيام الليل والنوم بعد قيام الليل يسمح بتجديد الطاقة لدى الإنسان، ويسمح له بأن يتخلص من تعب السهر، ويسمح له بأن يعني يستقبل الصباح وأن يصلي صلاة الصباح ويذهب إلى العمل وهو في كامل نشاطه، ويعني ويقرأ أذكار الصباح والمساء، بدل أن ينام النصف الأول من اليوم فيخسر عمله ويخسر دينه نصفا من يومه فيما فيه من حسنات. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الله أكبر. صلاة التراويح يبدع فيها مشفعون شباب وأيضا شيوخ، وتزيد أصواتهم الجهورية من جمال وحلاوة القرآن الكريم الذي يزين المساجد في هذه الليالي المباركة. وكما تعلمون أن هذا الشهر هو شهر المغفرة وشهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وشهر التوبة والاستغفار. وكما نعلم جميعا أن في هذا الشهر ليلة عظيمة هي ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا، الحمد لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى على عودة أجواء التراويح إلى بيوت الله تعالى، وذلك بعد انقطاعها لمدة، وذلك بسبب الجائحة. كما وكذلك نلاحظ أن الناس مبتهجون فرحون بهذه العودة إلى بيوت الله تعالى لأجل صلاة التراويح. الحمد لله هذا العام اللي رجعت المساجد إلى فتحات وفتحت المساجد في 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 وجه مريديا. الحمد لله والشكر لله، يعني الناس كان واحد الإقبال كبير، واحد الشغف، واحد الحب، لأنهم ذاقوا مرارة المنع والحرمان من المساجد ومن الصلاة ومن الجماعات. وكما ترون وتشاهدون أن هذا الكم الهائل الحمد لله من الناس الذين أتوا من كل فج عميق ليشهدوا هذا الخير المبارك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. إذا كانت صلاة التراويح تطبع سلوك المسلم في رمضان، فإن ليلة القدر المباركة لها أيضا مكانة خاصة في نفوس المسلمين عامة والمغاربة خاصة، حيث يستقبل المغاربة هذه الليلة المباركة بعادات وتقاليد عريقة. هذه الليلة لها فضائل عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فهي الليلة التي اختارها الله تعالى لإنزال أعظم كتبه على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون رسالة يهتدون بها للتي هي أقوم. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي ليلة مباركة، ليلة مباركة يبارك الله فيها عباده ويبارك أعمالهم ويدنيهم من ساحة رحمته ويتفضل عليهم بجوده وكرمه. يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة تقدر فيها وتفصل فيها الأقدار، تفصل فيها الأعمار والآجال والأرزاق والأحداث التي تحدث في الكون في تلك السنة. يقول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهي أيضا ليلة مباركة يعطي فيها الله سبحانه وتعالى لعباده ما لا يعطيهم في غيرها من الليالي، يعطيهم أجر العمل، أجر العمل الذي يعادل عمل 1000 شهر، وألف شهر هي 83 سنة وزيادة. يعطيهم الكثير ويعطيهم زيادة على ذلك، لأن الله تعالى يقول: خير هي خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، وليست تساوي 1000 شهر، وإنما هي خير من 1000 شهر. وهي ليلة تتنزل فيها الملائكة بأمر ربهم ليحفوا عباده في مساجده وفي مجالسهم التعبدية، ويحفظونهم من كل الشرور، ويشهدون لهم بإحياء هذه الليلة المباركة. وتعتبر هذه الليالي الرمضانية ذات الشأن العظيم، فرصة ثمينة يستغلها الصغار والكبار للتقرب إلى الله عز وجل وإخلاص الطاعة إليه سبحانه، مصداقا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.